بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم راح تكون عن الانفيرس فانكشنز. راح ناخذ بيها ما هو الانفيرس فانكشنز، كيفية إيجاده، شروط اللي لازم تتوفر بالدالة حتى يكون لها انفيرس، وكذلك أمثلة تطبيقية. Let f be a function whose domain is the set x and whose image is the set y. Then f is invertible if there exists a function g with domain y and image x with the property f of x is y if and only if g of y is x. معنى آخر، ال f عندنا دالة هي من المجموعة x إلى المجموعة y. x يمثل الدومين، y يمثل الرج. راح تكون invertible يعني قابلة للانعكاس إذا وجدت الدالة G وتكون يونيك وحيدة، يعني الـ F تأخذ عنصر من المجموعة X توجد له صورة بالمجموعة Y، والمجموعة الـ F inverse اللي هو المعكوس يأخذ عنصر من المجموعة Y ويلقي له صورة بالمجموعة X. نرمز للاف المعكوس الدالة بالرمز F inverse. راح نجي نسأل هل كل الدوال لها inverse؟ الجواب بالتأكيد لا. Not all functions have inverse functions. إذا ما هي الدوال التي تمتلك inverse؟ الدوال اللي تكون بها لها inverse شروطها تكون 1-to-1 functions، تكون increase or decrease always، متزايدة أو متناقصة دائما. ال f إذا هي invertible function with domain x and range y، then تركيب الدالة f of x مع inverse الدالة f inverse ل x يكون مساوي لتركيب f inverse ل x مع الدالة نفسها ويساوي الايدنتيتي. قبل نروح نشوف شلون اوجد الانفيرس، راح نذكركم بمفاهيم بسيطة انتم ماخذيها. ما معنى ان تكون الدالة 1-to-1؟ دالة 1-to-1 نفترض f هي دالة من المجموعة x الى المجموعة y، راح يكون الانفيرس إلها هو مجموعة دالة من المجموعة Y إلى المجموعة X. حتى تكون الدالة 1-to-1 يجب أن تكون كل عنصرين مختلفين بالمجموعة X صورهم مختلفة بالمجموعة Y. هذا هو، وعندنا هنا مثال، شوفوا F لل A ساوت 3، F للC ساوت 2، F للB ساوى 1. شوفوا صور مختلفة، هنا صور مختلفة لعناصر مختلفة، وصار يونيك لأنه F للA ساوت 3، F inverse للثلاثة رجعت للA. إذن هو 1-to-1، الـ F inverse إلها يونيك. ما معنى أن تكون الدالة متزايدة؟ الدالة حتى تكون متزايدة معناها أنه لكل X1 و X2 ينتمون لـ interval، الـ X1 أصغر من الـ X2 يؤدي إلى أنه الـ FX1 أصغر من الـ FX2، يعني قيمة الـ F of X2 أكبر من الـ F of X1. And the function is said to be increasing if f prime للx أكبر من صفر، يعني المشتقة الأولى للدالة دائما تكون positive موجبة أكبر من صفر for all x ينتمي للi، هاي تكون الدالة متزايدة. أما كون الدالة متناقصة فتكون لما الدالة y of f تساوي y y يساوي f of x is decreasing function on the interval i if لكل x1 x2 ينتمي لل i
x1 أصغر من x2 يؤدي إلى أن الـ f of x1 هي أكبر من الـ f of x2. شوف هنا الـ x1 أصغر من الـ x2 لكن صورتها هي أكبر من الـ f of x2. And the function is said to be decreasing if f prime للx أقل من صفر for all x in t me للi. تكون مشتقة الأولى سالبة دائما راح تكون الدالة متناقصة. عرفنا معنى الـ 1 to 1، عرفنا الـ decreasing increasing، عرفنا شروط الدالة حتى تكون لها inverse. هسا نجي how to find the inverse، كيفية إيجاد الإنفرس. خطواتها بسيطة. الخطوة الأولى express x in terms of y، يعني إحنا الدالة دائما راح نأخذها مثلا f of x بدلالة متغير x. أروح أكتب ال x دالة بدلالة المتغير y، بعدها أغير interchange x and y in the formula. يعني هذه الصورة اللي وصلت لها الـ x يساوي f of y، أروح أبدل مكان كل x أخلي y، مكان كل y أخلي x، وراح نشوف التطبيق بالأمثلة. Setting the inverse function by finding f inverse x and f inverse f of x. حتى أتأكد أني حلي صح أروح أخذ تركيب الدالة مع الـ inverse مالتها، وأخذ تركيب الانفرس مع الدالة وأشوف إذا أو كان الناتج الايدنتيتي، إذا هو الانفرس وخطواتي كانت بالحل صحيحة. راح نجي نطبق أمثلة، وبالأمثلة راح تتوضح الشرح السابق. مثال الأول let f of x يساوي x على x ناقص 2، find f inverse للx. قلنا الدالة لازم تكون 1 to 1. من تلاحظون بالقيم هنا أي قيمة راح يأخذها x الناتج راح يكون مختلف، ف of x دائما متغيرة حسب تغيير القيم. يجي الخطوة الأولى قلنا express x in terms of y، لازم أني أوصل الدالة اللي أخذتها x بدلالة y. راح أفترض ال y تساوي f of x، ال f of x هي قيمتها x على x ناقص 2، طرفين بوسطين x يساوي yx ناقص 2y. راح حتى تحل وتوصل x بدلالة y، تخلي المتغيرات الx بطرف واللي بدلالة الy بالطرف الآخر. شوف هسه صار x و 1 ناقص y يساوي ناقص 2y، إذا الx يساوي ناقص 2y على 1 ناقص y. حققنا الخطوة الأولى، خلينا الx بدلالة الواي. الخطوة الأخرى أبدل بمكان كل x أخلي y، ومكان كل y أخلي x. صار عندي y يساوي ناقص 2x على 1 ناقص x، هو هذا الـ f inverse للـ x. وممكن أنت تأخذ التمرين تروح تجرب بنفسك، تأخذ تركيب الدالة f inverse للـ x مع الـ f of x راح تشوفه يساوي الـ x. نأخذ مثال آخر. Is the function f of x equal x أس 5 زائد 7 x تك 8 زائد 4 x زائد 1 has an inverse؟ حتى أجي أتحقق، أولاً هذه الدالة هي 1 to 1 دائماً، أي قيمة راح يأخذها الـ x راح تكون صورتها f of x مختلفة. أخذ مثال جرب، الـ x 0 راح تطلع الـ f of 0 1، f للواحد راح يطلع ال 1 7 8 طيب راح تطلع ال f للواحد هي 13، اذا هي 1 to 1. اجي اطبق الشرط الاخر، اخذ ال f برايم لل x اشتقها، اشتق اخذ المشتقه الاولى، راح تكون عندي 5 x اس 4 زائد 21 x تربيع زائد 4. هذه المشتقه الاولى هي دائما بوزيتيف، ليش؟ أولاً العمليات الرياضية اللي موجودة هي كلها بلس زائد زائد. الأس دائماً هنا عندنا، إحنا عندنا أس 4، هنا عندنا أس 2، أي قيمة راح يأخذها الإكس حتى لو أخذ بالماينس النتيجة راح تكون موجبة، إذن الإف برايم للإكس
هي أكبر من صفر. بما إنه ال f prime لل x أكبر من صفر always increase دائما متزايدة، إذا ال f of x has an inverse. وتقدر تجرب تروح تأخذ ال inverse مالته. إحنا هنا بالسؤال ما طلبنا نطلع ال inverse، بس أنت حتى تتحقق طلع ال inverse. نأخذ مثال ثالث. تشوفون الأمثلة دا تختلف، يعني هو مو دائما أوجد ال inverse، مرة أوجد ال inverse مرة هل لها انفيرس؟ هسه راح ناخذ مثال ثالث يتضمن. Determine whether the function of f x جذر الثالث لل x ناقص 2 is the inverse of g of x x تكعيب زائد 2. هنا نعطيناك دالتين ودا اسال هل الداله هي معكوس للداله الاخرى؟ حتى نطبقه راح نرجع للشرط اللي ذكرناه بدايه المحاضره. كنا ناخذ تركيب الداله مع الانفرس، اذا ساوى الايدنتيتي اذا هو حقق شرط الانفرس. راح اخذ اف تركيب الجي اوف اكس، بمكان الجي اوف اكس اوضع ما يساويها بالسؤال، صار عندي اف للاكس تكعيب زائد 2. اروح انا عندي اف اوف اكس جذر الثالث للاكس ناقص 2، صار عندي هسه اف للاكس تكعيب زائد 2. اروح اعوض مكان كل x ب x تكعيب زائد 2، راح يكون عندي الجذر الثالث لل x تكعيب زائد 2، والجذر الثالث لل x تكعيب هو x، إذا هو حقق الـ identity، إذا الدالة هي فعلا الـ inverse للدالة المعطاة. هنا راح تلاقي جدول يتضمن بعض الدوال القياسية والـ inverse إلها. هذا الجدول ما مطلوب منك حفظ، هو فقط للاطلاع، تستفادون منه بالحلول اللي مع التمارين اللي راح نعطيكم اياها ان شاء الله. شكرا جزيلا لاصغائكم.